وضح مساحة المستطيل الذي طوله 4 واي وعرضه 2 واي بصورة عبارة ذات حد واحد. إذن مساحة المستطيل تساوي العرض ضرب الارتفاع أو القاعدة ضرب الارتفاع. الآن هنا طول القاعدة هو 4 واي، دعوني أكتب ذلك. المساحة تساوي العرض أو القاعدة ضرب الارتفاع. العرض يساوي 4 واي والارتفاع هنا هو 2 واي. إذن المساحة تساوي 4 واي ضرب 2 واي. الآن هنا يمكننا أن نستخدم خاصية التجميع وخاصية التبديل في الضرب. إذن دعونا نقلب الترتيب بما أننا نتعامل مع عملية ضرب. بدلا من أن نضرب 4 ضرب واي ضرب 2 ضرب واي، يمكننا أن نقول أن هذا يعادل 4 ضرب 2 ضرب واي ضرب واي. وبالطبع فإن 4 ضرب 2 أي هذا الجزء يساوي 8، ثم واي ضرب واي، حسنا هذا يساوي واي تربيع، أو أنه عبارة عن واي للقوة واحد ضرب واي للقوة واحد، وهو أيضا ما يساوي واي تربيع. إذن يكون حاصل الضرب 8 واي تربيع. تلك هي المساحة وهي عبارة ذات حد واحد. أراكم قريباً.